السلام عليكم جميعا، اسمي شريفتي، أخي ذاكر. أنا من معجبيك، محاضراتك عن الإسلام ومقارنة الأديان نورتني كثيرا. لقد كنت أقرأ القرآن ولدي الكثير من الأصدقاء المسلمين. ولدت في سنغافورة ونشأت في الهند. عندي بعض الأسئلة، رجاء وضحها لي وشكرا جزيلا. سؤالي هو، هل يمكننا ربط تجديد الجلد كما ورد في القرآن سورة النساء الصورة 4 آية 56 بمفهوم التجسد من أجل المعاناة الحقيقية؟ شكرا لك. الأخت سألت سؤالا جيدا جدا، قالت أنها سمعت محاضراتي وقد تأثرت الحمد لله، وهذا سبب كونها تقتبس بمرجع والحمد لله. تقول أن القرآن يقول في سورة النساء الصورة 4 الآية 56 أن الجلد يبدل حتى تشعر بالألم، هل هو شبيه بإعادة التجسد؟ أي أن الإنسان يولد من جديد في هذا العالم أختي؟ كلاهما يختلف. ما يقول القرآن في سورة النساء الصورة 4 الآية 56 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سبق كان العلم يقول أن الدماغ فقط هو المسؤول عن الشعور بالألم. اليوم نحن نعلم أنه يوجد مستقبلات ألم في الجلد مسؤولة عن استقبال الألم، وهكذا لم نكن نعلمه من قبل. القرآن يقول أن الله سوف يعطيهم جلودا جديدة حتى يشعروا بالألم. الآن على سبيل المثال نعلم أن الله عادل. القرآن يقول في سورة النساء الصورة 4 الآية 40 إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا يعني أنه عادل جدا. على سبيل المثال التاريخ يخبرنا أن هتلر قاتل 6 ملايين يهودي. اليوم هذا إذا مسك القانون هتلر، من هو العقاب؟ أكبر عقاب سيكون قتله، هذا سيأخذ حق واحد. لكن ماذا عن حق 5,999,999 شخص الذين قتلهم؟ في الآخرة الله يقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا أراد الله أن يعذب هتلر 6 ملايين مرة يمكنه أن يفعل ذلك، أو حتى 12 مليون مرة يمكن ذلك. هذا مثال على العذاب في الحياة الآخرة. هذا لا يبرر دورة الولادة من جديد. التجسد دور للولادة من جديد. هذه أختي إذا قرأت الفيداس، الفيداس هو أكثر كتاب موثوق بين كل الكتب الديانة الهندوسية، يتحدث عن البونار جانم في راجفيد المجلد العاشر. بونار جانم، بونار يعني التالي، جانم تعني الحياة، حتى نحن نؤمن بالحياة التالية. حتى القرآن تحدث عن الحياة التالية، عندما نموت سوف نبعث يوم القيامة. يقول الفيداس نفس الشيء، بونار جانم يعني الحياة التالية. لكن علماء الهندوسية جاءوا بفلسفة تدعى سمسكارا. سمسكارا تعني بالهندوسية دورة الولادة، إعادة الولادة من جديد، وهكذا غير مذكور في الفيداس. الفيداس يتحدث فقط عن الحياة الآخرة، وهو ما يتحدث عنه القرآن أيضا. لكن علماء الهندوسية لم يستطيعوا تبرير كيف يمكن للبعض أن يولد معاقا أو أن يولد فقيرا أو مصابا بأمراض قلبية ولادية. ولأن الله لا يمكن أن يكون ظالما، ولأجل أن يقوم بالتبرير عن عدالة الله قاموا بإيجاد الفلسفة الجديدة المسمى سمسكار، وهي دورة الموت والحياة والموت مجددا. يقولون ربما في حياتهم السابقة قاموا بأعمال سيئة، لذا كان عقابهم أن يولدوا معاقين. هذه فلسفة علماء الهندوس وليس ما تقوله به الكتب الهندوسية المقدسة. الفيداس كان واضحا جدا عن معنى البونار جانم وهي حياة الآخرة، وحتى القرآن كان واضحا بهذه المسألة. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الملك السورة 69 الآية 2 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في هذه الحياة لديك حياة واحدة فقط، عندما تموت سيقوم الله عز وجل ببعثك في يوم القيامة، وهذا ما يقوله الفيداس. ولكن علماء الهندوسية لم يستطيعوا تفسير لما البعض يولد أصما أبكما وفيه اعتلالات ولادية أو أن يكونوا فقراء. لا، لاستطاعتهم تبرير ذلك جاءوا بهذه الفلسفة وهي غير موجودة في الفيداس. كذلك إذا قرأت بإغفاد بغفاد غيتا يقول أن تغيير الروح للجسد مثل تغيير اليرقة، يذهبها حين نصل جديد بنفس طريقة الروح تتحول إلى جسد جديد. حصول هذه مرة واحدة لا مشكلة لدينا، ولكن حدوثه لمرات متعددة هو أمر خاطئ تماما. والآن سوف أعطي التفسير عن رأي الإسلام بذلك. لو قمت بسؤالي حسنا، إذا كان علماء الهندوس مخطئين فما هو تفسير القرآن لذلك؟ في الإسلام
كما ذكرت سابقا في سورة الملك السورة 69 الآية 2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحياتنا هذه أختاه هي اختبار للحياة الآخرة. كل عام عندما تقومين بالدخول إلى الامتحان تتغير الأسئلة، صح أم لا؟ لن تحصلي على نفس ورقة الأسئلة. بطريقة مشابهة يقوم الله باختبار ملف مختلف الناس. القرآن يقول: أولادكم اختبار لكم، كما يقول أيضا أن ثرواتكم اختبار لكم. الله سبحانه وتعالى يجعل بعض الأشخاص يولدون فقراء والبعض أغنياء. الأغنياء تجب عليهم الزكاة. في الإسلام أي شخص غني يمتلك ما يعادل 85 جرام من الذهب عليه أو عليها أن يدفع بما يعادل 2.5% من قيمة المدخرات التي يمر عليها الحول السنوي كزكاة الإنسات. الفقير ليس عليه زكاة، هو يحصل على 100% من الزكاة. الإنسان الغني إن لم يدفع الزكاة سيحصل على 0%، إذا دفع نصف الزكاة سيحصل على 50%. ونحن نتعاطف مع الفقير بقولنا أنه رجل فقير. هذا الفقير جيد، فهو سينبو في الآخرة. لذا فالفقر هو اختبار والغنى هو اختبار أيضا، ليرى هل ستتبع أوامر الله سبحانه وتعالى أم لا. القرآن يخبرنا بأنه حتى أولادنا هم اختبار أيضا. لو أن زوجين أتقياء قد أنجبا طفلا وكان لديه اعتلال في القلب، هذا المولود ليس عليه أي ذنب. لو أن زوجين، القرآن يقول كل طفل يولد نقي من الأخطاء، كل طفل يولد بلا ذنوب، إنه اختبار. القرآن يقول: هل سيكون الأبوين المؤمنين بالله عز وجل رغم أنه أعطاهم هذا الطفل المعاق؟ إذا كان الأبوان قليلي الإيمان فإنهم سيذمرون بالقول: أي نوع من الآلهة هذا، لقد كنت أصلي كثيرا مع ذلك أعطاني طفل معاق. المسلم الجيد سيقول: الحمد لله، سيقبل ذلك، لن يتذمر. ربما الله يريد أن يعطي لأبوين درجة عالية. إذا نجحت في امتحان البكالوريوس، لأنه امتحان سهل، ستحصل على لقب خريج بكالوريوس. ولكن إذا امتزجت امتحان الدكتوراه ستحصل على لقب دكتور، ولكن تجاوز امتحان الدكتوراه سيكون صعبا. لذا من الممكن أن الله عز وجل أراد أن يعطي الأبوين درجة أعلى في الجنة حتى لو كانوا يصلون 5 مرات في اليوم. الله أراد أن يختبرهم بإعطائهم طفل معاق ليرى هل سيبقى لديهم إيمان بالله أم لا. إذا نجحوا في الامتحان سوف يحصلون على درجة عالية في الجنة. لذا فالثروة والفقر والصحة والأمراض جميعها اختبارات ليس لها علاقة بحياة سابقة. هذه نظرية علماء الهندوسية وليس الفيداس. إن الفيداس يتكلم بنفس منطق القرآن في هذه المسألة: تأتي لهذه الحياة مرة واحدة ومن ثم الموت، وهكذا غير موجود في الفيداس. أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك أختي. أختي، هل تؤمنين بإله واحد؟ أنا أؤمن بأن هناك إله واحد وأن النبي هو آخر رسول. شكرا لكم. ما شاء الله. هل تؤمنين بأن عبادة الأوثان خاطئة؟ كلا، لم أقم بعبادة الأوثان في الماضي. أود أن أنطق الشهادة مع أطفالي في دو. شكرا.